سيداتي آنساتي ساداتي، تحية طيبة لكم من استاد القاهرة حيث تقام مباراة الأهلي والجمهورية جبين في إطار الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري العام للأندية الممتازة. إبراهيم شوطة جامدة وحلوة، شوطة حلوة، شوطة حلوة من مشير حنفي في الدقيقة 11، وهنشوفها مرة تانية في الإعادة. والأستاذ يسري مرزوق بيجي لنا الشوطة من حوالي 37 38 ياردة، يا دوبك فوق المقاس الشمال. وهنشوف رضا هينفذ الكورنر ازاي، لعبها حلوة في الدفاع كويس وملعوبة خلفية، لكن دفاع الجمهورية بيطلع. وشوطة من هذه خشبة في نص الجول، يخبي كرة شوية ويشوط عصام شعبان وفوق العارضة، ضربة مرمى للنادي الأهلي. كرة وعالية ولكن في صفارة، في صفارة. فيليكس يموه، فيليكس كويس الناحية التانية وبيعدي ومد ضربة جزاء، ضربة جزاء هنشوفها في الإعادة واضحة جدا. رجله ممدودة وتقدير العمد هنا متروك للحكم. الحاجة الوحيدة اللي تقديرها متروك للحكم وحده، أو بنشوفها مرة ثالثة، تقدير العمد في الفاول اللي حصل قدام حضراتكم ده. ضرب جزاء للنادي الاهلي في الدقيقة 26. انا شايف هذه خشبة. هذه خشبة. الكرة محطوطة على علامة نقطة الجزاء، وعلي ترك واقف على خط المرمى. وادي خشبة يرجع وبيستعد. هادي وحطها جوه الجول، جوه الجول، الجول الاولاني للنادي الاهلي. يجيبوا هادي خشبة، الكرة محطوطة على يمين علي ترك. فيها 26 من الشوط الأول يحرز هادي خشبة الهدف الأول للنادي الأهلي وتصبح النتيجة 1-0. من دفاع الجمهورية شبين بتستحوذ على الكورة وتروح الكورة مرة ثانية لهادي خشبة، وهادي خشبة بيعدي وماشي كويس. هادي يلعبها لأحمد عبد المنعم وشوطة حلوة، لكن في ايد علي ترك، لكن حلاوتها في انها منقوله بسرعه، لعبها بسرعه على طول وشاطها على طول. وش رجله الخارجي هذه خشب عشان تلف، لكن احمد عبد المنعم وانطلاقه من ابراهيم حسن ويلعبها حلوه لهشام حنفي اللي استعجل شويه فيها ولعبها عرضيه، لكن جات له على رجله الشمال لفيليكس، وفيليكس يوقفها ونقلها اماميه لمحمد يوسف. وشوطة حلوة بيحط رجله فيها محمد السيد ويطلع علي ترك حارس مرمى الجمهورية، لكن كانت نقلة حلوة أمامية لأن في حسام غايب، أبو الدهب غايب، وكان رضا غايب، ووليد غايب. والكورة عاوز يلعبها عالية عشان تسقط جوه جول، لكن تطلع بره. ضربة مرمى لنادي الجمهورية شبين. على ساعتي انتهى الوقت الأصلي للشوط الأول، وبنلعب في الوقت بدل الضايع 46 دقيقة وكم ثانية هم على الشاشة قدام حضراتكم. شوطة حلوة في ايد علي ترك من هادي خشب، هادي خشب علي ترك. وليد صلاح الدين
هشام حنفي وشوطة بعيدة بره. هشام حنفي نشوفها مرة تانية في الإعادة اهي. هشام حنفي كده مفيش كلام. وليد صلاح الدين والتمويه كده وترقيصه وحلوه من وليد ياخدها بصدره. رضا عبد العال برجله الشمال يا 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 حاطط رجله معاه لعيب وهنشوفها مره ثانيه الاستاذ يوسف مرزوق اللي جايه الاعاده. ياخدها رضا من على نقطه علامه الجزاء ويحطها دولك. لرضوان عفيفي ياسر الدربالي لأميدو كريم محمد حسن. الجمهور هنا بيحيي جمهورية شبين على تنقلها لكرة. دي كرة في منتهى الخطورة من ناحية الشمال وبينعي حظه فتحي الوكيل. اهو شوفوا حضراتكم شايطها منين. هنشوفها في الإعادة. دخل فتحي الوكيل شايطها من حوالي هشام عرابي. الحديدي بيقول الكرة عند بول في اللعب على السفارة. الكرة جوه الجول جوه الجول وفي راية في راية. في راية في راية هنشوفها. طالع مصطفى كمال واتلعبت الكرة لوب لكن في قرار تاني لحامل الراية وقرار للحكم. الحابل بالنابل داخل الملعب لكن في سيطرة من رجال الأمن الجهاز الفني والاحتياطيين يحتاجوا. احنا لغاية دلوقتي ما نعرفش ايه القرار لكن في راية والله ما رأيه استشاري يعني قد يأخذ برأيه وقد لا يأخذ الحكم فعلينا ان احنا ننتظر ونشوف ايه القرار. معدي محمد حسن من ناحيه الشمال ولاعب مصطفى كمال متقدم. هل في ايه القرار لسه ما نعرفش. مداولات بين الحكم وحامل الرايه اهو وهنشوف ايه القرار. لعبها لوليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين وفيليكس بدماغه لكن برافو علي. الحكم الدولة احمد الشناوي بيرجع المصورين الخط المخصص ليهم خلف خط المرمى وليهم خط فعلا ويبقى مرسوم. وهنشوف رضا بيحركها وبيثبتها وبتشاط ضعيفه من هادي خشبه في ايد علي ترك اللي عامل ماتش كويس قوي النهارده. علي ترك على فكره اعتقد علي ترك عنده 24 سنه ومواليد 71. الكوره بينيه وخطره وجوه جول جوه جول أميدو كريم. في الدقيقة 41 أميدو كريم بيجيب هدف التعادل. فرحة
كبيرة من فريق الجمهورية. دقيقة 41 من الشوط الثاني يحرز أميدو كريم هدف التعادل لجمهورية شبين لتصبح النتيجة 1-1. هيلعب النادي الأهلي الضربة الموضوعية. 1-1 أميدو كريم في الدقيقة 41. علي ترك، هشام حنفي، ورايا وصفارة، واضح جدا التسلل. محمد يوسف، فيليكس، في الدقيقة 48 هذه خشبة بيشوطها قنبلة برجله الشمال، يتقدم النادي الأهلي 2-1. هي بنشوفها في الإعادة. فيليكس الهدف الثاني للنادي الأهلي بحجم هادي كرة قوية بشماله هادي خشبة جوه جول في الدقيقة 49. لكن أنا بحيي فريق الجمهورية والله لتمسكه ولم يرهب الموقف وما نزلش يراقب مفاتيح اللعب في النادي الأهلي ولا راسين الحربة، وكان بيحاول من أواخر الشوط الأولاني إن هو يسيطر على نص الملعب واستمر أداؤه في الشوط الثاني مع صحوة، أقدر أقول يعني صحوة خفيفة للنادي الأهلي في الشوط الثاني عن الشوط الأولاني. النادي الأهلي في الدقيقة 48 بيجيب الهدف الثاني، له وقت انفراد ثاني وبره، فرصة كبيرة جدا بتضيع من هادي خشب. هادي خشب هنشوف اللعبة مرة تانية، انفراد كامل من هادي وخارج علي ترك وحطها مستعجل بسن الجزمة فوق العرض. هادي خشبة الأهلي 2 جمهورية شبين 1، اللي جاب الجولين هادي خشبة في الدقيقة 26